انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من موضة أغسلها لعشر أشخاص، وستسمع خبرا مفرحا. شخص أهملها وأصيب بالإمساك لمدة 5 أيام، لنقع بموضة جديدة من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. برأس كل شهر هجري تأتيك رسالة: من يبارك للناس بهذا الشهر يحرم الله وجهه على النار. وكل شهر يأتيك اسم الشهر الذي أنت فيه، مرة رجب، مرة محرم، مرة ربيع الأول، كل شهر. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في فضل من يبارك للناس بهذا الشهر، حتى شهر رمضان لم يصح بذلك أي حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر يا طيب، وحذر غيرك، فالأمر خطير.